الناس بيتخانقوا مع بعض ليه؟ الناس انا هقول لك يا واد يا آه. اصل الناس ديت اشكال والوان، في ناس الدنيا لهياها وبيدوروا على الجنيه الحلال بعرق جبينهم علشان ياكلوا لقمه حلال وياكلوا اولادهم بالحلال، حلو؟ وفي ناس بقى يلي اعوذ بالله ناس انفسهم مريضه بيدوروا ازاي يعني ايه لو انت فرحان يجيبوا لك حاجه بلوه سودا كده علشان ينكدوا عليك. لو انت مبسوط انت وعيالك يحسدوك، ولو انت زرعتك في الغير حلوه ومرعرعه ايه وسبلت الغله حلوه كده وبصه لفوق بتسبح ربها يعدوا عليها يقولوا ايه ايه شوف ما بيصرفش عليها وغلته حلوه وغلته طالعه يا سلام يا سلام وغلتنا ميله ومدلله. مش حاطين في اعتقادهم يا واد يا ادم اللي اتعب عشان تلاقي. انا زرعت وقبل الزراعه جهزت الارض وخدمتها، وبعد الزراعه سقيت، وبعد السقيه كيماوي وسماد واشتغلت ونقيت حشيشه ونجيله عشان الارض تفلفل وتطلع الحصاد، واجي الاخر اضم وربنا ما يضيعش تعبي. ايه اما في ناس بقى بتعمل ايه يا واد يا ادم؟ يجيبوا الشوات الغله ويقوموا بدرينهم ويرموا الشوات الميه ويسيبوا الارض بقى من غير خدمه. هتطلع خدمه ازاي وهتديك حصاد ازاي وانت اصلا ما خدمتهاش؟ فمين في مثل بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربنا قال اسعى واتعب عشان تلاقي. فالناس اللي بتتخانق بقى انت شايفهم عمالين يتخانقوا في الراحه والجايه وياكلوا في اللي رايح واللي جاي، ده والله العظيم مرض، ناس مريضه مش حابين الناس تبقى كويسين مع بعض. دول اهل الفتنه مالكش دعوه بيهم وخليك في حالك. في حاجه خير قادر تعملها اعملها، ابعد عن الشر وغنيه واعمل زي جدك لحد يسر العمر. ولا بحب المشاكل ولا بحب اعط عند حد ولا اكل ولا اشرب عند حد، والله مش بخل مني لا، لاني انا بحب اعيش في حالي. انا زي ما انتم شايفين قاعد على كرتوني اهو وشبشبي المتواضع اهو، بس الحمد لله والشكر لله بتعب علشان احفادي واولادي يبقوا واكلين حاجه بالحلال، وكل العيال يسمعوا الكلام ويصلوا ويصوموا وما يطلعوش الالفاظ المسيئه، لان احنا فلاحين ولنا عادات وتقاليد. فنصيحه، تحب تقول للاطفال ايه اللي بيطلعوا حاجات وحشه من بقهم والفاظ وحشه؟ تقول لهم ايه؟ يقولوا الحاجات الوحشه اللي تدخلهم النار، ولا يقولوا الحاجات الحلوه ويصلوا ويصوموا عشان يخشوا الجنه؟ طيب قول للناس كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا ناس يا طيبين يا مسلمين يا موحدين بالله وشكرا.